ايوه انت جاي في ايه؟ قلت بقى انا جاي ابيع لك عربيه حلوه. انت ناويين تتواصل في الانتخابات المصريه الجايه؟ طبعا. طيب عندك رقم قومي او باسبور مصري؟ معايا باسبور مصري ومعايا لا ما عنديش رقم قومي. طيب بص اول حاجه هديها لك دليل الناخب المصري. افتح اول صفحه كده هتلاقي لسه هنا بالاحزاب السياسيه الرئيسيه عليها الايميل وعليها الويب سايت وعليها التليفون. اي واحد من الاحزاب دي لو عايز تعرف معلومات اكتر عنها تدوس على تاني جزء في الدليل ده تلاقي معلومات مختصره عن كل حزب تقعد تقراها النهارده بالليل بكره وانت على الصوت الحزب اللي يعجبك اشتري. اخر حاجه في الدليل ده هتلاقي استماره عدويه اي حزب من الاحزاب اللي انت اللي موجودين اللي عجبوك لو عجبوك اشترك فيه. المهم ان احنا عايزين ناس تشترك في الاحزاب السياسيه على قد ما يقدروا اي حزب اللي انت متفق معاه عشان نعرف نحرك في حرب الحياه السياسيه. الله ينور عليك. انا مقتنع ماشي بس في حضرتك ات ميك سنس عارف ليه؟ لانه بعدنا عن الدين خالص. بص هو بص هو انا عارف انا عارف الحزب ده بتاع فلان او ليه؟ ان هو الموضوع مش فلان احنا بالعكس احنا بنحاول نغير الموضوع ده مش عايزين نقول على فلان ولا عايزين نقول البرنامج الانتخابي دول عايزين يعملوا ايه لما يبقى دول تاني خالص عادي بقى يبقى ننتمي للحزب يبقى ننتمي للحزب ماشي. فانا تلاقي ويب سايت هنا اسمه احزاب دوت كوم احزاب دوت كوم او الخبر احزاب دوت كوم هتلاقيها فيها وسط كل حزب وحصل 75 حزب ماشي. فلو في من الاحزاب دي مش عاجبك او مش مبسوط بيها او 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 خش على احزاب دوت كوم ودور على الاحزاب الثانيه واقعد اقرا فاكر ميه فاكر ميه.